التواصلي اللي هو لقاء الأول من نوعه كيجمع أعضاء مجلس الجهة ببرلماني وبرلماني بالغرفتين الأولى والثانية، والسيد الوالي والسادة العمال اللي حاضر معنا. هو لقاء تشاوري لرسم العلاقة ما بين مجلس جهة الشرق والمنتخبين الكبار في هذه الولاية. اليوم هذا اللقاء هذا باش نوضحوا طريقة العمل اللي غادي تكون تشاركية مع المنتخبين، ولا سيما السادة النواب البرلمانيين والمستشارين، لأنهم هما اللي غادي يكونوا المحامون ديال الجهة باش يدافعوا الجهة في الملفات الكبرى. اليوم بغينا نوحدوا الرؤية باش يكون ملفات بيناتنا مشتركة. يعني اليوم كيكون الهاجس ديالنا هو المصلحة ديال جهة الشرق، وفي نفس الوقت كندعو جميع الحضور لحضور اللقاء المهم اللي غادي يكون يوم 18 مارس 2003 بمدينة الناظور، اللي غادي يكون بمناسبة الذكرى 19 للخطاب التاريخي لصاحب الجلالة بمدينة وجدة بجهة الشرقية. هذا الخطاب اللي أعطى تصورات وأعطى الخطوط العريضة لليوم، الحمد لله بفضل الخطاب ديال صاحب الجلالة اللي هذه 19 سنة كانت عنده رؤية ثاقبة للجهة، اللي اليوم الجهة تغيرت من جميع النواحي، البنية التحتية، الاقتصادية، الظروف المعيشية. يعني 19 سنة ديال النماء، 19 سنة ديال التطور. اليوم غادي إن شاء الله، يعني هذه مناسبة باش نذكروا الجميع اللي غادي يكون حاضرين واللي غادي يكونوا حاضرين فيه واحد العدد كبير ديال المقاولات، غادي يكونوا جميع الممثلين ديال لا سي جي ام بجميع الفيدراليات ديالها، غادي يكونوا ضيوف أجانب، غادي يكونوا منتخبين، غادي يكونوا مقاولات اللي تسويق للجهة. لأن اليوم الجهة كتعرف بناء واحد المشروع كبير وهو ميناء غرب الناظور المتوسط اللي غادي يكون القاطرة ديال الجهة، وهذا مشروع ملكي كبير اللي غادي إن شاء الله غادي يعطي دفعة كبيرة. اليوم بتنسيق مع السيد الوالي والسادة العمال ديال صاحب الجلالة نرسموا طريق وخطة جديدة لتصور متكامل ومتناسق مع البرلمانيين والمنتخبين ورؤساء الجامعات باش نخدموا كلنا في اتجاه واحد، ألا وهو صالح ديال جهة الشرق. إذن اليوم كان عندنا لقاء مع السيد رئيس جهة الشرق، وكان لقاء بدعوتي من السيد رئيس الجهة، واللي كان نجمع كل برلماني ديال جهة الشرق من نواب برلمانيين ومستشارين، وكذلك المكتب ديال مجلس الجهة وبحضور السيد الوالي والسادة العمال، واللي كان هذا الموضوع عنده واحد الأهمية كبيرة، لأنه السيد الرئيس مشكور على هذه المبادرة اللي حاول أنه يجمع كل المنتخبين باش نحاولوا نشتغلوا كفريق واحد، لأن فعلا حنا كنتميو لجهة واحدة وكنتقسموا الثقة ديال المواطنين، كنتقسموا هذه التمنية، كنتقسموا نفس الهدف، وبالتالي لابد أنه كان هذا اللقاء اللي لم الشمل وتوحيد الصف للاشتغال كفريق واحد للترافع عن القضايا التنموية لفائدة الجهة ديالنا، اللي هي جهة كما كتعرفوا أن عندها مؤهلات جد مهمة فلاحية سياحية تجارية، باعتبار أن الناظور بوابة أوروبا، وكذلك كاين حدود الشرقية إلى غير ذلك. ولكن رغم كل هاد الفرص اللي كتتيح لنا الجهة، فالساكنة ديالها تواجه صعوبات كبيرة، لذلك فكان التفكير كيفاش يمكن لنا نشتغلوا بشكل جماعي باش نحاولوا هاد التحديات وهاد الصعوبات نردوها ونستغلوا هاد الفرص. فجهة الشرق كما كتعرفوا بأننا احنا في شهر مارس، وجلالة الملك حفظه الله سنة 2003 18 مارس بالضبط كان لقى خطاب من هاد المدينة ورسم خريطة الطريق لتنمية هاد الجهة، وفعلا جات من بعد ذلك مجموعه ديال الاوراش والمشاريع ملكيه كميناء غرب المتوسط، مشروع ديال مرتيكا في الناظور الى غيرها من المشاريع اللي ولات كتوفر ظروف للاستثمار، واللي كلها هذه فرص للتنميه وللعمل على جعل هذه الجهه جاذبه للاستثمارات اللي غادي توفر فرص شغل واللي غادي تساهم في التنميه. احنا اليوم كنتواجدوا في هذا اللقاء التواصلي اللي دعا عليه رئيس مجلس الجهه، وهو في الحقيقه لقاء جد مهم لان اجتمع فيه جميع المنتخبين وكذلك السلطات المحليه بالنسبه للجهه الشرقيه،
واكيد في هذا الاطار كان تم واحد البرمجه نتاع المشاريع المنجزه والمشاريع المستقبليه اللي هي مبرمجه طبيعة الحال ان شاء الله الكريم. وكذلك كاين واحد ان شاء الله الكريم كاين واحد طموح جد ايجابي ان شاء الله باش نكون باش الجهه الشرقيه عاد يكون عندها واحد طفره نوعيه ان شاء الله مستقبلا مع الميناء ديال الناظور مع البنيه التحتيه اللي فكت العزله الحمد لله بالنسبه لفكت العزله على المدن وعلى القرى فيما يخص الجهه الشرقيه. غير واش هو دابا انا دائما كنقول لابد من توجه الاستثمار في العنصر البشري وحنا كنعرفوا بلي ان الازمه الاقتصاديه عندها انعكاسات كبيره لا سيما على المنطقه الشرقيه لا سيما في هذه الاونه الاخيره لانها هناك تداعيات كثيره هناك عوامل واكراهات جمه اختلطت علينا منها الكوفيد منها الجفاف منها بطبيعة الحال النمو الاقتصادي البطيء اللي كاين في الجهه الشرقيه واللي احنا بطبيعة الحال بالرؤيه ديال مجلس الجهه وكذلك المنتخبون والبرلمانيين المستشارين كذلك السلطات المحليه اللي كلهم عندهم واحد الامل وعندهم واحد الطموح بالارتقاء من هذه المنطقه. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.